إذا سمحوا لينا نشوفوا الأستاذة واش معنا في الخط باش تطلع يعني ترد أو تعطينا توضيحات على هالتساؤلات اللي كيطرحوها المغاربة بالداخل وبالخارج. الأستاذة مساء الخير، ممكن غادي تطلعي معنا في المباشر؟ ما عرفتوش سمعتي كل شيء من الأول ولا لا؟ الو استاذه؟ لا، كنطرحوا بعض الاسئله، الا بغيتي نعاودهم عليك ماشي مشكل. نطرحوا اسئله عني على واش تم يعني اجراء، واش بعدا نفتحوا الخط بعدا باش يسمعونا الناس ولا نهضر انا وياك في هذا؟ بغيتي نهضروا من بعد نهضروا دابا؟ دابا لا، دابا انا في المباشر. الى 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 بغيتي. نعم، اوكي. اذا نفتحوا معنا الاستاذه زينب الخيار. مساء الخير استاذه، كتسمعينا؟ راكي على المباشر الان. الو، السلام عليكم. مرحبا بك استاذه. كريم، كنسلم عليك، كنسلم على جميع المغاربه اللي في الداخل واللي في الخارج وجميع المتتبعين لك، لانك انت اللي غادي في واحد الطريق صحيح اللي غترضي به المغاربه وغترضي به الله، لان هنا هنا كاين ماشي كاين غير الدنيا، كاين الاخره. اي واحد دار شي عمل غادي تشكر عليه امام الله وامام في الدنيا وفي الاخره. وكنشكرك بزاف على البرنامج اللي الناس كاملين راه كيتبعوك، راه شفت الطريقه الناس لدرجه انه ولاو انت الوحيد اللي متبعين، لان عرفوا لان المغاربه شعب ذكي، عرفوا لان عندك المصداقيه ماشي ساهلين. حنا انا شفتك من الاول، عرفت المصداقيه ديالك وعرفت النضالات اللي درتي في سبيل الوطن، في سبيل الشعب، في سبيل الملك. انا متيقنه من كفاءتك المهنيه والنضالات ديالك، وانا من هذه المره مستعده من هذا البرنامج اي حاجه. مرحبا استاذه. مغاربه نجاوب. مرحبا استاذه. حنا كتعرفي باننا بلغنا يعني المرحله ديال وضع النقاط عن الحروف، يعني بكل ما تحمله الكلمه من معنى، وتنوير الرأي العام. يعني ما بغيناش المغالطات، ما بغيناش يعني الخرجات غير من أجل الخرجات، بغينا أننا ننور الرأي العام، وبدينا كنتكلموا في هذا الموضوع. طلعت الأستاذة المحللة الأكاديمية مرام، طرحت مجموعة من التساؤلات لبعض منهم سجلتهم. شكرا مرام أنك تفنيني التحليل ديالها دقيقة، واللي كنشكر أن عندها من الناحية القانونية متمكنة. هادشي ما نقدرش نحكيها شي واحد، رغم أني ما كنعرفش الشخصية، ولكن كنعرفها من المنابر اللي كان عندها واحد المصداقية في الحضرة ديالها، اللي ما كتخش على السطر ولا كتحاول تخفي شي حاجة. أنا كنشكرها بزاف من هاد المعرفة، كنتمنى تواصل معنا إن شاء الله. إن شاء الله. إذن من بين الأسئلة اللي طرحناها في البداية ديال الحلقة، قلنا يعني نسولوا الأستاذة ديالنا واش تم إجراء الخبرة التقنية على مستحوذ الهاتف ديال المرحوم. بطبيعة الحال لا يعقل بأن القاضي الدقيق بعد ما حل السيد وكيل الأمير محسن الملف القتل ضد مشهور، كان أول حاجة كيدير القاضي الدقيق هي ينتد الفرقة الوطنية باش يعني هي عندها التقنيات العلمية باش دير خبرة على الهواتف كلها، واللي هي الهاتف ديال الضحية هو الأول، لأنه عنده ثلاث هواتف وعنده جميع الأرقام ديال الهواتف. واخا، حيت عندي أسئلة بزاف أستاذة، غير باش نقول لك راه عندي أسئلة بزاف وغنمشيو لذاك الشيء. دونك يعني الخبرة دارت يعني جاوبكم على ان الخبره دارت على الهاتف ديال المرحوم، المستحوذ ديالو على كل حال على الهاتف ديالو. معلومه اول خبره دارت على طريق الفرقه الوطنيه. واخا، كدار اول حاجه هي الخبره الهاتف ديال نعم الحقيقة. نعم نعم استاذه، نعم استاذه، حيت بغينا نمشيو حيت المغاربه اليوم كيطلبوا منا بحال مثلا ميد ديال الناري تامي، هذا الخبره مشاو الاتصالات ولا ميد. اما بالنسبه لهذه دابا في 2024 وما قبله، ولات عند الفرقه الوطنيه وتر ولائيه
حتى الولائيه يعني... الفرقه الولائيه حتى هي الفرقه الوطنيه ديال الدار الكبيره كيدير عندهم تقنيات كافيه باش يديروا بلا ما يلجؤوا للاتصالات ولا يلجؤوا عندهم داخل. ما بغيناش نعرفوا استاذه، ما بغيناش، ما كيهمناش بزاف نعرفوا يعني الشكل باش كيشتغلوا. حنا الاسئله محدده، اذا كان ممكن وفي استطاعتك انك تعطينا الاجوبه بشكل محدد هكذا باش الناس يفهموا، حيت الناس كيقولوا لي اودي كنسمعوا بزاف ديال الهضره، حنا بغينا نسمعوا جمل مفيده باينه واضحه. اذا كتقول لنا الاستاذه زين بالخياري ان يعني تم الاجراء ديال الخبره التقنيه على المستحوذ ديال الهاتف ديال السيد الكورنيل نور الدين العطور، هكذا استاذه؟ معلول. اوكي معلول. سؤال ثاني ديال كورونا وعطينا بزاف هواتف نقاله، الهواتف كلها مشات للفرقه الوطنيه باش دابا كيفاش كلها ديال من؟ القاضي الدقيقه ما يمكنش يدير هو الخبره على الهواتف، كاين تاني بالفرقه الوطنيه ديال الدار الكبيره كيولي ديال الفرقه الوطنيه ديال الامن باش يديروا هذه التقنيات، لان هذا هو الدور ديال القاضي الدقيقه، كاين تانيهم باش هما يديروا داك الشيء. في راه كله داروا جميع الهواتف المقاره. شنو هي الجوامع؟ جميع استاذه جميع الهواتف، شنو كتعني بجميع الهواتف ديال من؟ عطيناهم جميع الهواتف، مجموعة من الهواتف تقريبا شي 25 ولا 30 هاتف نقال عطيناه على اساس عطيتهم له انتوما. يا سمحي لي غير باش نفهموا، الله يعطيك السر. حنا مديناه انتوما منين جبتوهم؟ ارقام. انتوما منين جبت الارقام؟ الابتسام العائلة عارف الارقام اللي مقصودين اللي خاصهم يفرغوا لهم الهواتف ديالهم، وفعلا راح ما نكروش شي حاجه دارت راه دارت، ما نكروش الجهود اللي دير مزيان القاضي الدقيق، ماشي كنلعبوا هنايا راه لا حتى واحد ما قال كنلعبوا. استاذه بغينا نعطيو، الله يعطيك السر. كيتصور شي واحد كيقول بان ما دار. استاذه لا انا متيقنه استاذه، وانا كنواصل هذا الشيء مع السيد قاضي التحقيق، وكنقول لكم شو كنشكر شي واحد هكا استاذه المنصوره، راه اللي تيدير راه كنقول تيدير، اللي ما تيديرش غنقول ما يتيدير. استاذه انا بغيت نطلب منك واحد الطليبه صغيره اليوم، انا بغيت نطرح هذه الاسئله وتعطيني جمل يعني محدوده، ومن بعد نعطيك مجال فين تشرحي اي تفاصيل اخرى تبقى واخا. دونك باقي عندنا واحد خمسه ولا سته ديال الاسئله اخرين. ثم السؤال اللي كيطرح، هل تم تحديد يعني نقط تمركز ديال السيد العطور ليله الوفاه ديالو مع رابط الاتصال في ليله الوفاه، يعني مع من اتصل وفين تمركز هذيك الليله قبل الوفاه؟ دارت دار كل شيء، كل شيء دار، واخا تيقن بان غيكون كل شيء بتفاصيل دقيقه ديال الفرقه الوطنيه ديال الخبره التقنيه والعلميه. نقول لك انت كان في هذا الوقت فين كان هذا الوقت، واش كان مع هذا في هذا الوقت، راه كيجمعوا جميع الهواتف شكون اللي كان معاه، وفين كان اخر بلاصه كان فيها المرحوم، راه يقولوها حتى اخر بلاصه فين كان من تحول وفين جا وشكون اللي كان معاه في ذاك الوقت. هذا باش كيخرج دابا المجرمين واخا. لا بلا ما تشرحي هادشي مفهوم. انا دابا كنصور غير على نور الدين العطور، اما الطريقه هادشي معروف عالميا. ثم السؤال الثالث استاذه، هل تم الطعن في تقرير التشريح الطبي للسيد العطور؟ ما عمر دار التشريح الطبي للسيد العطور. لا هذيك الشواهد كنقصد، يعني ديك الشهاده اللي تسلمات ما يمكنش نطعنوا فيه، لان يمكن عن طريق هذه الخبره التقنيه والعلميه ديال الهواتف النقاله والشهود اللي سامعين عليهم قاضي التحقيق كلهم. سمحي لي لا سمحي لي يا استاذه، يمكن تعرف المقتل ديالو بدون لا بدون اما لا بغا يديروا التشريح، نضطر نخرجوا من القبر لا ونديروا التشريح. استاذه انا كنسول واش تم يعني الطعن في هذاك يعني في هذاك الشهاده الطبيه ولا سميها اللي بغيتي، هذاك التقرير الطبي اللي هو ما تذكروش فيه يعني اشياء، لان فيه جروح على المستوى ديال الراس كما قلتوا من الخلف ديال الراس، فيه مجموعه ديال الاشياء، يعني تم داك الشيء بحال اي شهاده وفاه ديال اي انسان مات في الفراش ديالو. لا يعني ما دارش خاص الناس يفرقوا بين حادثه تسير اللي غير هذيك الطبيبه ديال لامورك اللي هي مسؤوله على المعاينه، غير على المعاينه شافت في الثقبات وما دارش، خاصه من كان هي مسؤوله هذه القضيه لان كانت تطول التشريح ما دارش هذا عمل. إذن هنا راه قال الوكيل العام الملك راه حال الملف، ما بقاش حادثه تسير، ما بقاش كنهضروا على حادثه تسير. لا انا جاي هذا السؤال، آخر ديال القتل ضد مجهول، إذا على قاضي التحقيق يقلب على ذوك المجهولين اللي يولوا معلومين. لا يا أستاذ، ما بقاوش يناقشوا،
ما غنبقاوش نعطيو الشهاده الطبيه. وكيل العام المحترم راه حاله كيفها وحاله على قاضي التحقيق، باش هو راه يقول لنا قتل تتقلل دوك الشهود كلهم اللي جاو وكلشي، راه ماشي خدمه سهله. ومواجهات اللي دارت والناس الشهود راه جاو بزاف، الناس جاو كلشي. انا جاي استاذه جاوبني غير على السؤال، وانا جايك لهذا الشيء كله وحده وحده. دونك كتقول لي بان الطعن يعني في ديك الشواهد وفي ديك الشهاده الطبيه وديك الخبره الطبيه ما دارش لان وكذا، ما عليناش واخا. هل تم يعني اخذ الشهاده ديال جميع الشهود وادراجهم في طلب الاستماع لهم؟ معلوم شحال من واحد تقريبا؟ معلوم جميع الشهود، اي واحد حطينا هنا سبعه، كل واحد ما رتبش كاع القاضي التحقيق باش يجيبهم وجابهم عموميه. واخا هذوك الناس خطيره ماشي ما ينفعش. الناس اللي ساكنين في الدار ديال المرحوم العطور واش كلهم مدرجين بما فيهم السيده اللي كتقول بان شاهده على كل شيء؟ كلهم مدرجين، كلهم سامعوا لهم، ما يهموش الغاربه بان ما سامعوش شي. لا حنا بغينا نعرفوا، ما كانوا هما حد الشاش كنسولوا، بغينا نعرفوا واش تم الاستماع لهم. الحقيقه راه هي هذه، واخا كلشي استمع ليه. نعم هذا هو الدور ديال قاضي التحقيق. واخا هاد المعلومات الاخرى اللي سمعنا مؤخرا، واش تم التكييف ديال هاد الملف ديال السيد العطور من شبهه جريمه قتل مع سبق الاسره والترصد الى جريمه قتل مع سبق الاسره والترصد ضد معلومين؟ سمعناك واحد النهار قلتي بان دابا ما بقاش المجهول. كنا درنا طلب بناء على شي معطيات اللي تطينا اللي استطر الهواتف النقاله ديال واحد معلومه، وذاك الهواتف النقاله خفتطر عند طريقه لمفوض قضائي، وفعلا عند السيد قاضي التحقيق اللي عاود استدعى الشخص من جديد وخاد ليهم الهواتف النقاله باش يقلب الواتساب، ماشي غير الهواتف. واخا يكون يعني مهم دوك الهواتف النقاله ديال الوقت وقوع الحادثه، اللي واتساب ديالها، واتساب حتى كيكونش في المغرب كيكون في امريكا، اما بالنسبه للمكالمات راه كتخدم من المغرب، راه ماشي يضل بان لا المحكمه ولا القضاء غادي يحاول غيبين الحقيقه كلها. لكن سؤال استاذه، واش تم التكييف ديال هذا الملف من جريمه قتل ضد مجهول الى جريمه قتل ضد معلوم؟ لا مازال لا، ما لان خاص معروفه من الناحيه القانونيه. لا قدمتوا الطلب، سمحي لي يا استاذه، قدمتوا الطلب في هذا الباب؟ الطلب ضد واحد قلنا له بان هذا مشتبه فيه. اها والقاضي شنو كان الجواب ديالو؟ كان الجواب ديالو فعلا راه عيطنا للشخص مره ثانيه عاود تمكن منه. لا ولكن واش صنفوا؟ خاذ من الهواتف النقاله، خدات الشهود هذيك استاذه. دابا كنقول لك واش تصنفات يعني دوك الاشخاص اللي نتوما علمتوا بهم بانهم معلومين ما بقاوش يعني مجهولين، واش القاضي التحقيق قبل او اقتنع على انهم معلومين او غير مشتبه فيهم او لا شنو ولا مجهولين؟ لا حيت القاضي التحقيق ما كيقولش حيجمع جميع المعطيات وغايجي كلش واحد ولا جوج. هذه كما قلت لكم المره الاولى وبقى كنقولها غنبقى كنقولها، ماشي جريمه قتل هذه عاديه، هذه تكوين عصابه اجراميه، لان كاين ناس من هذا الطرف كاين ناس من الطرف اخر كما قال الشاهد. قاضي التحقيق تكونت ليه بطبيعه الحال غتكون ليه القناعه التامه، وما يمكنش يستر شي حاجه بدون باش يعطي احس ذاك الامر، هذاك الامر ديال الاحاله على قضاء الجريس ضروري خاصو يعطي المعطيات يدقق في كل شيء. راه ماشي ساهل باش تكتب الامر ديال الاحاله قاضي الموضوع، الا انه بعد تكتب لي الصوره كامله تيجيو الناس خاصهم يفهموا الناس، لان راه ماشي بالضروره اذا شاف شي واحد مشتبه فيه ولا هو راه بصح هو مرتكب الجريمه غيشدو بوحدو، الا تكتب الصوره في اغلب الاحيان كيجيو الناس اغلبيه كيجيو بحاله صراح جايين عاديين بحال غادي يستمع لهم قاضي التحقيق ولا الوكيل العام الملك، وما عارفينش جايين عادي كيدير مع واحد الوقت وكيعزق الجميع فيما يخص بزاف الملفات اللي كدوز دابا راه جا كيشوفوا الناس الملفات الخطيره اللي كدوز في الدار البيضاء ولا في الرباط ولا اي مدينه، لان عندهم المدن الكبرى حتى كيتبع الصوره كيعتقل كل شيء في نهار واحد. كما نقول لكم الدليل على ذلك مثلا الملف ديال التامر المالي راه كان ميت هو بحال نفس الميت هذا، كانت من بعد من 2007 ل 2016 حال عداء السيد او
الوكيل العام محصر من كنشكرو الله يرحمه من هذا المنبر، لأنه الله يرحم أستاذ مطار من هذا المنبر، لأنه كان تيدير واحد المجهودات جبارة، كان كيحقق العدالة فيما يخص الجميع. هذا ما لاحظنا فيه، لأن من بديت المهنة وأنا كنشوف ذاك الشخص المرحوم كان باقي كنترحب عليه، لأنه هو الوحيد يقدر من 2007 حتى 2016 هذا حال ملف على قاضي التحقيق على أساس حيت كان ميف كيتحفظ دائما ديما موضر. لا غير نبقاو استاذ الا سمحتي، بغيت نبقى في الموضوع ديال العطور باش الناس ما يديروش، بغينا نتكلموا على الناس، لان هذاك ميف على 2000 راه شحال قاعد يتحقق 2016. دابا انا الفرقه الوطنيه 2016 عيط عليهم كلهم واعتقلهم في الجلسه. مزيان هذا غير مثال عطيتينا بهذا الموضوع. خاصهم يعرفوا بان راه بقات تعدي من 2016 حتى 2019. هذا تنتزل الفرقه الوطنيه، خرجت جميع الهواتف المقاله وتعتقلوا هذاك لان قوي انهم كانوا تمركزات جغرافيه تما. هذا هو خاص الناس عارفوا من الناحيه القانونيه حاجه والهضره الخاويه حاجه اخرى. انا كنهضرك من الناحيه القانونيه. نعم وما يمكنش قاضي التحقيق غيجتمع في واحد عارف بانه قاتل غادي يجيبوا بوحدو يعتقلوا، لا كيجمعوا جميع المعطيات باش كيجيبوا الميت كله. ما يمكنش يجيبوا واحد هو غير هو متهم يتعرفوا بانه راه هو داير جريمه، ما يمكنش يجيبوا بوحدو، خاص جميع المتورطين كل من واحد دار جريمه. واللي اللي فبرك ديك الحادثه ديال السيرته هي راه يجيبوهم، راه ماشي من السهل. وحتى الطبيبه اللي عيناته وشافت في ذاك الشيء وما حاتش شارات التيسي مسؤوله، غادي يجيبوا الناس دي اي واحد دار يديه ولا ساهم ولا شارك ولا تستر على الجريمه غايجيبوه. جميل. هذا هو الضغط ديال الملف، لان الناس كيصحابوا واش ملف ساهل بين عشيه وضحى غادي لا. جميل. مش قاضي التحقيق يظلم اي واحد، ما يمكنش الانسان يطلبوا من القاضي التحقيق باش حتى نطلبوا منه تحقيق العداله، ماشي نطلبوا منه الدور يظلم اي واحد. لا. حتى هو الدور ديالو هو هذاك المنوط به، حتى كيجمع الناس كلهم غايقول لك هذا اش دار وهذا اش دار وهذا اش دار وهذا اش دار، كلشي داك الشيء غير الحال المحضر ديال الحال كيكون طويل، كتكون تفيد 100 ورقه باش يبرر داك الشيء باش كيسطر الجلسه. نعم. واخا استاذه الى كان هذه المعطيات كلها ان قلنا دارت الخبره على يعني الهاتف ديال المرحوم او الهواتف ديال المرحوم، كعطيتو القاضي التحقيق مجموعه من يعني واحد لائحه طويله من الشهود اللي اقترحتوهم بالاضافه للشهود اللي غير طائي هو انه يستدعيهم ما بالقوه العموميه ام على كل حال اللي والشهاده ديالهم. الى كانوا هذه المعطيات التقنيه كلها كتوفر عليها القاضي واستماع الى الشهود بالاضافه الى اشياء اخرى، فزعما المغاربه كيسولوا اودي اشنو باقي ناقص، لان هذا الملف طال معمدوه، خصوصا ان موضوع اللي شاغل الراي العام بالداخل وبالخارج كنتكلموا على واحد رجل امن بارز اللي هو المرحوم نور الدين العطور، يعني اللي هذه السنين احنا كنتسناه ونقولوا غير من 2021 من اللي يعني دارت كانها جريمه قتل، انها جريمه قتل مع سبق الاسراء والترصد ضد مجهول. فثلاث سنوات يعني مازال ما شفنا شيء، يعني ان شي حاجه اللي هي ملموسه اللي يقتنع بها الراي العام. في نظركم استاذه؟ انا نشرح لكم بالنسبه لهذا الملف، هذا ملف كبير وشائك ويتعلق بواحد الرجل امن اللي هو كولونيل، ماشي من السهل وماشي من كيبقى مواطن عادي في اخر المطاف. واخا ما لا ماشي تيبقى مواطن، لان كان عند السيد قاضي التحقيق وكيل العام المحصر كان عنده غير دوك التسجيلات كلها ديال 8 التسويع ديال الام ديال ابتسام اللي كانت دازت فيها الوكيل العام المحترم لها كيفاه على اساس شبهات قتل. اما القاضي التحقيق ولا انا ولا الوكيل العام ما عمره ما كان كيتصور بان ذاك الشاهد اللي اتصل الشاهد اللي جا عند شي قائد نفسي اللي بين لنا الشطر الثاني. اذا هنا قضاء ما يمكنش كان عنده الشطر الاول، دابا ولا عنده الشطر الثاني، ذاك الشطر الثاني كيقلب راه هو اصعب شطر اللي كيقلب فيه، لان ما كانش 2021 اللي عنده هذا الجزء ديال الشهاده ديال الشاهد الرئيسي في الملف اللي بين بان كانت طوموبيله كبيره وكانت صغيره وكان كيف شاف المرحوم كيفاش شاف الوضعيه ديالو كيفاش شافوا فين السيارة كانت هذا الديباناج. هادشي راه القاضي التحقيق بالنسبة لي جديد، الوكيل العام الملك بالنسبة لي جديد، يلاه حطيناه ليه يلاه جا شي تشاهد راه هنا دخل طرف آخر. على ذكر
على ذكر الشهود أستاذة، والشهود يعني كنحاولوا نستمعوا لهم يعني بإمعان ونسمعوا لكل كلمة، ولا غير كنوجهوا له جوج الأسئلة ثلاثة ونقولوا له تقعد؟ سؤال على حسب رأيك. لا شو خاص أول واحد يفهموا بأن ملي تحل الملف في 2021 راسي تبقى دقيقة راه تابع الابتسام تابع. لا كنتكلم على الشهود أستاذة، الموضوع ديالي على الشهود واش كنستمعوا لهم حتى كيساليو، ولا كنطرحوا لهم واحد السؤال ولا جوج ونقول لهم سيروا في حالكم. لا سامع لهم كلهم، سامع لهم كلهم. ديت انا معي الشهاد سامع لي في البلاصه. وعاوتاني عيط لي وسامع لي وقال لي اش كتاكد هاد الصراحه ديالك؟ قال لي ايه كنأكد، هو لو بيقطع لي الراس. يعني انه راه عطينا القاضي التحقيق معطيات اخرى، ماشي ديك المعطيات اللي كانت تحطات 2021. نعم. عمرنا كنا كنتصاوروا كل شيء مغاربه، حتى ابتسام براسه ما كانش عارف عن الجزء. هالجزء اللي جا بقدرة قادر روح عزيز الله جابوا واحد من تلقائي نفسي راس انت تحدث معك تلو لك السباق لهذا وكنشكرك بهذا المنبر ورا الشهادة ديالو سمعتوها ورا داك الشيء اللي قال السيد قاضي التحقيق. وإذا ولا السيد قاضي التحقيق واحد الجزء اللي هو كبير كبر من الأول اللي خاصو يدقق فيه. واخا ماشي من يستاهل. لا أستاذة في هذا الباب ديال الشهود واش ما كاينش شي واحد من الشهود اللي انا كنقولك شي واحد من الشهود واش ما كاينش شي واحد من الشهود اللي تعرض الى تهديدات من الاطراف المعنيه؟ واش بحثتوا في هذه الشهاده؟ واش خبركم شي حاجه من هذا الباب؟ واشنو الاجراءات اللي اتخذها؟ اسمحي لي، واشنو هي الاجراءات اللي خذها قاضي التحقيق في حاله تبليغه بهذه المساله ضد الاشخاص اللي كيهددوا بهذا الشهود؟ اشنو الاجراءات؟ إذا كان هذا الشاهد كيهددوا شي طرف اللي كيحس براسو بأنه معني أو متهم أو مشتبه فيه، وبطريقة أو بأخرى كيحاول أنه يضغط أو يهدد الشاهد أو الشاهدة، أشنو القاضي شنو خصو يدير؟ لا القاضي حطنا لحنا حماية شهود، ولا كان شي واحد ضغط على شي واحد ولا حاول يضغط على شي شاهد، هاكي المسطرة يمكن من داك الشيء راه يتقع عليه القبض. حالة في البلاصة راه ماشي شي ملف سهل هذا، أي واحد أي شاهد كان وقع عليه شي ضغط ولا تعرض لشي حاجة اللي يمدها ليا وأنا نحطها بين أيدي وكيل العام، وكيل العام ماشي القاضي التحقيق، وكيل العام المالك غيتاخذ إجراءات لازمة. فحيت ماشي ساهل هذا الشيء من الساهل، خاص واحد يعرف اش كيدير، ماشي غيجي ويبدا يهدد في واحد يعرف اش بأنه غيتعرض لواحد العقوبة اللي هي صارمة، هي هذه راه خطيرة جدا. نعم باش يهدد واحد الشهادة راه ماشي من الساهل. نعم العقوبة ديالها صارمة جدا. نعم السلام. إذا أستاذة زين بخير، نورتينا في مجموعة من المحطات وجاوبتينا مجموعة من التساؤلات اللي كيسول عليهم المواطن المغربي، لأن المغاربة اليوم بغاو أمور واضحة باينة باش الناس بدأت تفهم هذا الملف هذا، لأن الناس تبنوا هذا الملف، المواطنين المغاربة، المجتمع المدني، الرأي العام بالداخل وبالخارج، فبالتالي كان لابد بأننا نوقفوا عند النقاط لتنوير الرأي العام. لأن بالنسبة غنوضح للمغاربة كاملة أننا ما كان مخبي حتى شي حاجة وما عندي ما نخبي، وأنا عارفة متيقنة بأن قاضي التحقيق والوكيل العام الملك غيجيبوا لنا أي متورط، ما ينساوش بأن راه كاينة العدالة اللي صارمة في هذه المسائل، لأن هذا مشكل جديد أول طرح ديال بين أطراف متعددة اللي قاضي التحقيق عرفه عن طريق الشهود اللي شي شهود استدعاهم القوى العمومية واللي قالوا لي تاهما اش قالوا اش غايقولوا شي الوقائع، لدرجة أنه شي واحد قال لك بأنني أنا بأن أنا جابوا من العائلة، وحنا كنا نهار جريمة كلنا عرفنا بأن جريمة، شفنا خدوش تما على اليدين، شفنا هذا إلا أنني تعرضت للصدمة من طرف الزوجة وسميتو هاد التهديد من طرفها، ولكن ما تمكناش فاش كنت انا ناوي حتى حنا كل العائله تنوض في نفس النهار دير شكايه الوكيل العام الملك، لان كلشي الجيران كانوا عارفين المقتول، كلشي في وسط الجنازه عارفين المقتول، الا انه قال لك مشى رشيد دار العم مشى دار الشكايه بوحدو. هادشي معروف، هادشي معروف استاذ. الناس ما بقاوش بغاو يعني الناس هادشي سمعوه في البدايه وعاود سمعوه، يعني الناس باغيين يعرفوا فين وصل الميل، فهادشي ديال البدايه فين وصل القضيه كلهم على يقين بان الحقيقه
ديال المرحوم نور الدين العطور غتبان في الاجل القريب قرب من اي ميف، لان الميف خدموا فيه بزاف. حيت كانت كنقول لكم كناكد لكم بان السطر اللي كانت معتمده على ابتسام والعم ديالها هي السطر الوحيد، قالوا السطر ديال الديره بداك الشيء ديال الزوجه اللي تبنيت سواه وما كانش من 21، ولكن ملي جا الشاهد تبدلات مواقف وتبدلات امور، ولات بانها طرفين اللي شاركوا في هذا الشيء، وراه كلشي راه كلشي تيحسب على القاضي التحقيق ما بين استشاره كاين ملتمسات فيه بين الوكيل العام، وكونوا متيقين بان الحقيقه كلها غتبان، ما غتخبى حتى شي حاجه، ما غتظلم حتى شي واحد، ولكن ما غيتبرى حتى شي واحد اللي كان داري الدم قريب ولا من بعيد هذه الجريمه ديال كورونا لاطور. ماشي من السهل هاد الملف غادي راهنا استاذ عفنا، ماشي سهل حتى شي ملف. اسمحي لي لقطات كيتعلق بكورونا، كيتعلق بكورونا. استاذه انا عارف بان جريمه القتل هذه ماشي سهله، واي جريمه قتل ماشي سهله، وماذا على واحد المساله اللي تكلمنا عليها في اخر حلقه فيما يتعلق بالتسجيلات اللي سمعناها في اسبانيا عند الاخ محمد؟ واش تواصل معك؟ واش صافت لك شي حاجه من هاد التسجيلات ولو جزء بسيط؟ اللي كيسولوني الناس التسجيلات اللي كاينين اللي كيقول خلا لي بان عنده، واش سمعتي منهم او بعث لك ولو جزء منها؟ انا ما عنديش باش نعطيك شي حاجه. لا ما عنديش. كاش انا عطاني شي واحد شي حاجه شي مقطع ولا شي حاجه، انا ما علي الا ان ابلغها الى السلطات والى السيد وكيل العام الملك وقاضي التحقيق. لانني انا هادي اي واحد بحال الشاهد مثلا من تلقاء نفسي راه شفتو استاذ تكريم بانهم اللي باشرتو مباشره، راه الشاهد تلاقيت معاه تما وحكي قال لي الوقائع ونفس قال كلشي الشهاده، لانه قال لك لا ما بقاش كينعس ولا كيحلم بالسيد كي نعم ادلب الشهاده ديالو هذا ما كان. اذا الشهاده راه شهاده خطيره اخطر من الشهاده الاولى، اذا هنا تضررت المصالح وفي ناس ماشي قتل عمد هنا كيتكون عصابه اجراميه، اذا ولا الميف صعيب وقاضي التحقيق ما يمكنش يعطي اي امر الا باستشاره مع السيد وكيل العام المحصل، لان كتكون ملتمسات بينهم، وباش يدير ذاك الامر صعيب يستغرق اجر وقت كبير، لان خاصو تكون دقيق جدا، راه ماشي مفتاح كيسحبوا باش تعطي الامر ديال الاحاله ديال قاضي التحقيق سهله، راه صعيبه بزاف. حتى حاجه ما صعيبه استاذه اسمحي لي، راني كنسمع هذه الكلمه ديال صعيبه كتجيب لي انا شخصيا كتجيب لي اشمئزاز. وكيل العام دار باش كيدير ديك الخدمه، قاضي التحقيق كيدير ديك الخدمه، طبيب كيدير ديك الخدمه، ما نقولوش صعيبه وكانها مستحيله، يوميا كيقعوا الجرائم هنايا. لا ماشي. حيت ما نبقاو نسمعوا صعيبه وكانها مستحيله، راه هو قرا ودار ديك الخدمه عاد كيديرها. ماشي كانت مستحيله ولا لا، كتستغرق وقت، لان خدمتها خدمه، عرفت الخدمه باش تكتب امر ديال الاحاله، راه كتستغرق كل وقت. قسم من الناحيه القانونيه الفصول هذا ديال هذا باش من فصول متابع، هذا باش من فصول متابع، هذا من فصول متابع، داكشي كيطبع كيخص الوقت ديال الطبع وخاص على نعم ما نفكروش فيهم، هذيك خدمتهم هذيك خدمتهم استاذه. هو الواقع هذا كنهضرك من الناحيه القانونيه استاذه، هذيك خدمتهم بينه وبينه وبينه بين الجميع، هذوك خدمتهم راه كل شهر كيتخلصوا حتى هما، شهر تابع خوه شهر تابع خوه، خدمتهم هذيك الله يسهل عليهم الله يوفقهم. شكرا لك تنتيا، شكرا للاخوان اللي كيتابعونا، بارك الله فيك استاذه، شكرا، مرحبا، تحياتي استاذه، بارك الله فيك.